أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثر عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ
فادخلي.